الطرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا نحمد الله عز وجل على ما أنعم به علينا من صيام هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك هذا الشهر المبارك الذي أنزل فيه رب العزة القرآن الكريم وهدى فيه الله عز وجل العباد لصيامه وهداهم إلى التوبة إليه سبحانه وتعالى ووفقهم لكثير من الطاعات ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فنحن في رحاب هذا الشهر ونفحات رحمة الله عز وجل ينبغي على المسلم أن يغتنم شهره وأن يرجع إلى ربه وأن يعود إلى مولاه وأن يستغفره من كل ذنب إنه غفور رحيم في هذا الشهر المبارك تكثر فيه الطاعات ويقبل العبد على ربه جل وعلا ويكثر من الحسنات وهناك حسنة من الحسنات هي من أحب الحسنات إلى الله عز وجل وهي حسنة عظيمة ينبغي على المسلم أن يعمل بها وأن لا يتركها وأن يعتاد على فعلها كل ما سنحت له الفرصة فإنها من الحسنات التي يحبها الله عز وجل بل هي من أعظم الحسنات بل من أجلها وأعظمها عند الله عز وجل وأنفعها للعبد هذه الحسنة هي حسنة التوبة التوبة إلى الله تبارك وتعالى ونحن في هذا الشهر المبارك
والمسلم بفضل الله جل وعلا يحس بإقبال على ربه، ويعلم أن الله عز وجل قد يسر له الطاعة في هذا الشهر. فعلى المسلم أن يغتنمها فرصة ويقبل على الله عز وجل بالتوبة. التوبة حسنة عظيمة، وقد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتوبوا، فالتوبة هي للمؤمنين لجميع المسلمين، وليس كما يظن بعض الناس يقولون مثلا لماذا أتوب، يقول لك مثلا علاش نتوب أو ماذا فعلت حتى أتوب، أش درت حتى نتوب. فالتوبة إلى الله عز وجل ليست مقتصرة فقط على فعل الذنوب والمعاصي، وإن كان هذا أمر واجب، المسلم إذا أخطأ وأذنب يجب عليه أن يرجع إلى الله بالتوبة، وأن يستغفر مولاه، وأن يندم على ما فعل. لكن خطاب الله عز وجل للمؤمنين بالتوبة خطاب في جميع أحوالهم. يقول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالتوبة إليه والرجوع إليه، لأن التوبة سبب الفلاح، سبب الفوز، والفلاح التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن تاب إلى الله توبة نصوحة صادقا في توبته حاز هذه المنزلة العظيمة عند الله عز وجل. والمؤمن يحتاج إلى التوبة كما يحتاج إلى الأكل والشرب، كما يحتاج إلى الأكل والشرب، بمعنى ينبغي أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله عز وجل في كل حياته، وهو مقبل على ربه بالاستغفار والتوبة، لأنها من هدي الأنبياء. التوبة والاستغفار من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه أفضل الصلاة والسلام: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، فماذا نقول نحن وهو صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قد غفر له، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مغفور له صلى الله عليه وسلم، وليس في صحائفه إلا الخير عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فماذا نقول نحن مع ما نفعل من الذنوب والخطايا والسيئات التي أغرقتنا وغارقنا في بحار السيئات، من حيث نشعر أو من حيث لا نشعر، كثرت ذنوبنا وكثرت خطايانا، ومع ذلك لا نستغفر الله عز وجل إلا قليلا، فهذه في الحقيقة مصيبة. فالمؤمن ينبغي عليه أن يكون فطنا كيسا، وأن يستغفر الله ويتوب إلى ربه عز وجل. وهذا خطاب للمؤمنين، قوله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون يخاطب أهل الإيمان، يخاطب أهل التقوى
التوبة هي خطاب لكل مؤمن، لكل مسلم. إذا وقع المسلم في الإثم وجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله عز وجل. وأما إذا لم يقع في إثم ما، ينبغي عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله عز وجل. أولاً، قد يكون العبد وقع في شيء وهو لا يدري، أو وقع في محرم وهو لا يعتقد أنه محرم أو لا يظن أنه محرم، قد يتساهل في هذا الأمر، يقول هذا الأمر ليس بحرام مثلا، بمعنى أن هذا الإنسان ليس له علم بهذا الشيء أنه حرام فيرتكبه وهو لا يدري. هناك كثير من المعاملات يتعامل بها الناس فيها من الحرام وفيها من الشبهات ما فيها، وهم لا يعرفون ويتعاملون بها وهم لا يعلمون ولا يعرفون ذلك. فالمسلم يتوب إلى الله ويستغفر الله تبارك وتعالى في كل وقت، والتوبة سبب للفلاح والسعادة والفوز، كما قال جل وعلا: لعلكم تفلحون. ومن تاب إلى الله عز وجل تاب الله تبارك وتعالى عليه، والتوبة سبب كذلك في قبول الأعمال الصالحة، ويقبل الله تبارك وتعالى التوبة من عبده كما قال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فالتوبة أمرها عظيم ومنزلتها عظيمة عند الله عز وجل، وهي من أعظم الحسنات التي يقدمها العبد لنفسه، من أعظم الحسنات التوبة إلى الله تبارك وتعالى، والاستغفار، استغفار الله عز وجل، واستشعار عظمة الرب تبارك وتعالى عند التوبة والاستغفار، والندم على ما حصل وما فات وما وقع من العبد، والعزم على ألا يعود، كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. والعبد إذا تاب إلى الله عز وجل وأناب إلى الله تبارك وتعالى ورجع، فهذا من توفيق الله عز وجل له. لأن بعض الناس يقول مثلا، لجهله طبعا، يقول: حتى نبغي نتوبنا، يقول لك: حتى نبغي نتوبنا. فكيف حتى تبغي التوبة أنت؟ التوبة ليست بيدك أنت أيها العبد، ما رايش بيدك الوقت اللي تبغي التوبة أنت، التوبة بيد الله. إذا تاب الله عليك عند ذلك تتوب، فإذا لم يتوب الله تبارك وتعالى عليك لن تتوب ولن تستطيع التوبة، لأن الله عز وجل يحول بين العبد وقلبه. فلا تظن أنك قادر على التوبة وأنه بمقدارك أن تتوب، كما يقول بعض الناس، يقول مثلا: أنا الوقت اللي نبغي نتوب غادي نتوب. من قال لك؟ لعل الله عز وجل لا أو لن يوفقك للتوبة وتبقى هكذا إلى أن تموت على ما أنت عليه من المعاصي والعياذ بالله. وبعض الناس كذلك إذا قلت له توب إلى الله يقول لك: علاش نتوب؟ اش كندير؟ أو يرد عليك أنت يقول لك: لا توب أنت. هذا من الغلط. فمن قال لك توب إلى الله، بل قل: اللهم توب عنا، سأل الله أن يتوب عنا وأن يوفقنا لذلك. هذه حسنة عظيمة، كل منا يتمنى ويحب أن يكون من التائبين. لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب التواب. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة هذه هي سبب في حب الله عز وجل لك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هي سبب في محبة الله لك أيها العبد. فكيف إذا قال لك إنسان مثلا: توب إلى الله، تقول له: توب الله، توب أنت. أو إذا قال لك: توب إلى الله، تقول له: اش كندير أنا، اش درت باش نتوب إلى الله؟
هذا كلام لا يقوله عاقل ولا يقوله إنسان يعرف حقيقة التوبة ومنزلتها عند الله تبارك وتعالى. فإذا كنت من الذين يقولون مثل هذا الكلام فاستغفر الله وتوب إلى الله عز وجل واتركه. وإذا قال لك إنسان ما أو أخوك في الله أو أخ في الله قال لك توب إلى الله، قل نسأل الله أن يجعلنا من التوابين، أو قل أي كلام عسى الله عز وجل أن يقبل منك وأن يجعلك من التائبين إليه سبحانه وتعالى. فالتوبة حسنة عظيمة ينبغي على المسلم ألا يفرط فيها، وأن يتوب إلى الله في كل وقت. والتوبة من تاب يتوب بمعنى رجع وأناب إلى الله عز وجل بعد وقوعه فيما وقع من المعاصي والخطايا والآثام، فإنه يتوب إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. مهما أسرف العبد في المعاصي والذنوب والخطايا فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبة التائب. فأقبل على الله بالتوبة أيها المسلم، فأقبل وأبشر ببشرى الله عز وجل لك أيها العبد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تقنطوا من رحمة الله، حتى وإن تكرر منك الذنب وتكررت منك الأخطاء فلا تقول قد أخطأت وأذنبت. كما يقول بعض الناس مثلا، يقول لك أنا كندير بزاف الخطأ الأخطاء وندير بزاف المعاصي، ماشي دابا نتوب، حتى كي نكبر ولا حتى نتزوج ولا حتى نروح الحج عاد نتوب إلى الله عز وجل. وشكون اللي قال لك أيها المسلم أنك غادي تبقى حتى تتزوج؟ ومن قال لك أيها المسلم غادي تبقى حتى تروح الحج؟ ومن قال لك أنك سوف تستمر إلى الغد؟ ومن قال لك أن الله عز وجل سوف يوفقك للتوبة؟ لا تجعل الشيطان يلعب على عقلك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. عمله التسويف، يسوف لك ويلقي عليك هذا المرض والداء وهو التسويف. سوف أتوب، سوف أتوب، سوف أتوب، غندير إن شاء الله، غنتوب إن شاء الله، غنتوب، 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 حتى تجد أنك على فراش الموت والعياذ بالله. فلهذا المسلم لا يسوف بل يقبل على ربه عز وجل بالتوبة ويبشر ببشرى الله عز وجل له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنط مهما فعلت من الذنوب، لا تقنط، إذا رجعت فالله عز وجل يقبلك. يقول بعض علماء السير، يقولون أن كان رجل في بني إسرائيل كان قد عبد الله عز وجل 40 سنة. الرجل بلغ 80، عنده 80 سنة، 40 سنة دوزها في العبادة، 40 سنة وهو في العبادة، ثم كي فوت 40 سنة تقلب والعياذ بالله، فأصبح يعصي الله عز وجل ويرتكب المعاصي والآثام في كل يوم. 40 سنة أخرى هو عايش في المعاصي. واحد اليوم دخل إلى بيته وقد شابت لحيته وشاب شعره، فنظر في المرآة، شاف رأسه في المرآة، في المرآة، في المراية، شاف الشيب أنه كبر في السن، رجل أصبح طاعنا في السن، راه في 80 من عمره، فيتكلم في المراية ويقول، يقول أطعت الله 40 سنة وعصيته 40 سنة، وهل إذا تبت إلى الله قبلني؟ فسمع هاتف يهتف في بيته، سمع هاتف، الهاتف هو سمع الكلام، مش الهاتف عندنا التليفون،
يعني الهاتف يسمع كلام في البيت دياله ولكن ما يعرفش شكون ولا يدري من. سمع الكلام يقول أطعتنا فأحببناك وعصيتنا فأمهلناك وإذا رجعت إلينا قبلناك. شوف رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه يقبل التوبة من عباده، وأنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويسترها على العبد، بل ويبدلها الله عز وجل حسنات بعدما أن كانت سيئات، يبدلها الله عز وجل حسنات، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه على عبده. وكذا وهذه كذلك تدلك على عظم التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل، وألا يفرط المسلم في هذه الطاعة العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله عز وجل فيقول إني أتوب في اليوم 70 مرة. يعني يتوب من ماذا صلى الله عليه وسلم؟ إجلالاً وتعظيماً وإعظاماً لربه تبارك وتعالى. شوف مثلاً غير النعم اللي أعطانا الله عز وجل والخيرات اللي رانا عايشين فيها، نعمة الأكل، نعمة الشرب، نعمة اللباس، نعمة الأولاد، نعمة السكن، نعمة الدفء، نعمة السيارة، نعم لا تحصى ولا تعد، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، نعم عظيمة. جدير بك أيها المسلم عندما تتفكر وعندما تنظر وتتأمل في هذه النعم أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر وتقول تحمد الله وتشكر الله وتستغفر الله تبارك وتعالى على هذه النعم الكثيرة والخيرات التي أنت فيها. فالمؤمن يستغفر ربه ويتوب إلى الله عز وجل في كل أحيانه، وهذا من نعمة الله عز وجل على عبده المؤمن. والتوبة سبب في البركة وزيادة الرزق والخيرات، كما قال ربنا تبارك وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذا من فضل الله عز وجل، وكما قال عز وجل مخبرا عن نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. الاستغفار، التوبة إلى الله عز وجل سبب في نزول الخيرات والبركات. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فاشتكى له القحط والجذ، بمعنى أن المطر ما كاينش، الشتاء ما كايناش، الغيث ما كاينش، الزرع يبس، المواشي عطشت. اشتكى له القحط، يعني ماذا نفعل في هذا القحط وهذا الجفاف؟ فقال له الحسن البصري، قال له استغفر الله، استغفر الله. ومشى هذاك السيد. واحد الطالب من الطلبة ديال الحسن البصري جالس وكيشوف وكيسمع، يشوف الشيخ دياله وهذا العالم الفقيه ها بماذا يفتي الناس. جاء هذا السيد قال له راه الجفاف عندنا في البلاد وراه ما كاينش الشتاء. قال له استغفر الله، استغفر الله، اذهب واستغفر الله عز وجل. مشى لك الرجل. ثم رجع جاء آخر فقال له وطرح عليه السؤال، قال له إني متزوج من مدة كذا وكذا ولم يرزقني الله بالولد، ما أعطانيش ربي الولد، باقي ما يسرش الله عز وجل. فقال له الحسن البصري وهذاك الطالب باقي كيسمع كيشوف، قال له استغفر الله، استغفر الله. وراح ذاك السيد بقى كيستغفر وراح خلاص خذ الفتوى.
جاء رجل ثالث آخر يشتكي قلة الرزق، الرزق ما كاينش، قليل، يتاجر ولا يبيع ويشري ولا يبغي يمشي يخدم، البيبان مسدودين كما كنقولوا حنا، شويه ديال العكس كاين الى غير ذلك، راه ما القضيه ممروجاش كما ينبغي. فقال له يعني الرزق قليل الى غير ذلك، ماذا افعل؟ يسأله فقال له استغفر الله، وراح داك السيد. هذاك الطالب جالس كيسمع، قال له يا امام، الرجل الاول جاك يشتكي من اللي ما كاين الجفاف، ما كاينش الشتاء، المطر قليل، قلت له استغفر الله عز وجل. جاك الرجل الثاني قال لك ما عنديش، ربي ما بقي ما رزقنيش بالدريه، نصحته وقلت له روح استغفر الله عز وجل. وجاك هذا الرجل الثالث يشكو لك من قله الرزق، كذلك قلت له استغفر الله عز وجل. كيف هذا؟ اعطيتهم نفس الفتوى ونفس الكلام ونفس الحاله، يعني بمعنى أنها حالات مختلفة، أعطيتهم نفس الكلام ونفس الفتوى. فقال له ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بغيت الرزق، عندك العكس، عندك فلان، بلا ما تمشي لا عند فلان ولا عند فلان يكتب لك ولا يدير لك تعاود والعياذ بالله، أكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. بغيت الولد، ربي ما رزقش إلى حد الآن، ما يسرش الله تبارك وتعالى، أكثر من الاستغفار. بعض الناس يذهبون إلى بعض الأماكن يزورونها من الأمور، من الأماكن التي يقع فيها من الشرك ما الله تبارك وتعالى به عليم، يذهبون ويذبحون لغير الله تبارك وتعالى هناك والعياذ بالله، بل يطوفون ويقدمون القرابين، يقدموا هذا يقدم الزيت، هذا يقدم السكر، هذا يقدم القوالب ديال السكر، هذا يجيب معه الفلوس، هذا يجيب معه الدجاج، وهذا يجيب معه الحوالة، وهذا كل واحد وش كيجيب معه، يتقربوا لهذه الأماكن وهذه الأضريحة هذه أو هذا الكهوف، أحيانا يكون كهف غار، نسأل الله العافية، كهف وغار، ويعتقدون أن فيه الخير والبركة ويقدمون لها القرابين. لماذا؟ قال لك سيدي باش المرأة تولد، ليست بهذه الطريقة. إذا أردت الولد فاطلب الولد من الله، إذا أردت المرأة الصالحة اطلبها من الله، إذا أردت أيها المؤمن الرجل الصالح اطلبيه من الله، إذا أردت الرزق الحلال اطلبه من الله، إذا أردت الغيث والمطر اطلبه من الله عز وجل. كل ما تريده أيها المسلم اطلبه من الله عز وجل، حتى وإن كان ذلك الشيء ملحا، وخا يكون الملح، الملح اللي هو موجود في كل البيوت، ومع ذلك اطلبه من الله عز وجل إن افتقدته في بيتك الملح. فالمؤمن يتوجه إلى الله عز وجل ويرجع إلى ربه ويتوب إلى الله، فإذا تاب واستغفر وأكثر من التوبة تنفتح عليه البركات والخيرات من كل مكان، ويرزقه الله من حيث لا يحتسب. وهكذا أخبرنا ربنا تبارك وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن لا بد يكون عند المؤمن يقين، يقين على ربه، مش يقول لك أنا استغفرت وما كاين حتى شي حاجة. استغفرت الله عز وجل، كن على يقين أن الله عز وجل سوف ييسر لك الخير ويعطيك ما تريد، بل يعطيك أفضل مما تريد في الدارين. واحتسب على الله عز وجل صبرك، احتسبها على الله عز وجل، الصبر ديالك احتسبها على الله. ربي ما سخرش الولد هذه مدة، هذه سنين، احتسب الصبر ديالك على الله تبارك وتعالى. الله يمتحن عباده، يمتحننا جميعا، هذا يمتحنه بالمرض، هذا يمتحنه بالرزق، إما يكون عنده رزق وافر بالزيادة وهذا امتحان. بعض الناس يظن أن هذه منحة، مش دائما، إذا عندك الرزق كثير قد يكون امتحان ويكون ابتلاء ليك ويكون فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة،
ليس لكل واحد عنده أولاد رها الله سبحانه وتعالى راه بغاه، ربما محنة وفتنة ليه وما يدريك. وليس كل من أعطاه الله تبارك وتعالى الرزق ووسع عليه راه الله عز وجل أحبه، لا، هذه محنة وفتنة، المال فتنة، كما أن الفقر ابتلاء والغنى ابتلاء، والله يبتلي العبد على حسب قدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يعطيكش حاجة اللي فوق الطاقة ديالك. لكننا عندما فرطنا في الاستغفار وفرطنا في التوبة إلى الله تبارك وتعالى أصبحنا لا نرى نعم الله عز وجل اللي علينا الكثيرة. يعني الآن وإحنا في هذا الزمن مثل إنسان تلقى عنده كل خير، كل خير والحمد لله، لكن لو وقع له شيء بسيط، مثلا جاته شيء غرامة للبيت، جاه مثلا شيء يدفعه، جاتها رسالة من الرسائل فلا بد أن يدفع مال أو أن يرد مال أو أن يدفع غرامة مقابل كذا أو كذا، فتجد الإنسان يتغير في وجهه ويتغير في نفسيته ويتغير يعني 180 درجة. لماذا؟ لأن باش تخلص مخالفة جات لك ديال السيارة ولا ديال أي شيء فعلت، أي شيء فعلته خالفت فيه القانون مثلا، جات لك مخالفة أو جات لك رسالة من الرسائل اللي ينبغي أن ترد مال كذا أو كذا إلى غير ذلك، فتغيرت إلى هذا الحد، لأنك لا ترى نعم الله عليك، نسيت النعم ديال الله اللي رزقك بها كاملة، والعيش اللي رك عايش فيه، الصحة والأولاد والزوجة والمسكن المريح والدفء والراحة والنعم ديال الأكل وديال المشروبات التي ما تلذذ بها سلفنا الصالح، الصحابة رضي الله عنهم ما تلذذوا بهذه النعم اللي رانا نتلذذ بها اليوم، هذه الخيرات اللي رانا ناكلوا فيها ونتنعموا بها، ما تلذذ بها بل أنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلماذا الإنسان يتغير لحصول شيء من الأشياء أو دفع غرامة من الغرامات؟ يتغير كل هذا التغير وينسى نعمة الله عز وجل عليه. الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى تذكر العبد دائما بنعم الله عز وجل، وتذكرك بالتقصير ديالك، حتى لو وقع لك شي حاجة لا قدر الله كيكون عندك كما كنقولوا احنا عندك الفران، لأنك تذكرك التوبة بالتقصير ديالك، أنت أصلا إنسان عبد مقصر في طاعة الله عز وجل، عاش بقالك تهدر ولا تقول ولا إلى غير ذلك. ما عليك إلا أن تصبر وتحتسب الأجر على الله عز وجل، فإن كنت كذلك فالله سبحانه وتعالى ييسر لك أمرك، وتمر عليك ذيك الأيام تمر عليك بردا وسلاما بإذن الله تبارك وتعالى. فأيها المسلم، إذا وقعت في أي شيء، في مصيبة، أحسست بضيق، أحسست بمرض، أو عندك أحسست بضيق في الرزق، كذلك ضيق في الرزق أو ضيق في النفس أو هم أو هم أو غم أو حزن أو أي شيء، فعليك بالاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. توب إلى الله واستغفر الله عز وجل، يفرج لك، يفرج عنك الله تبارك وتعالى ما أنت فيه. ويقول رب العزة تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: والظاهر أن المراد بالمتاع هنا، يعني والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن، سعة الرزق ورغد العيش والعافية في الدنيا. هذا هو الظاهر من الآية المباركة، أن المراد بالمتاع الحسن، جاء في قول الله تبارك وتعالى: يمتعكم متاعا حسنا، سعة الرزق، ربي سبحانه وتعالى يوسع لك الرزق ديالك، وكذلك رغد العيش، تكون في رغد من العيش وعافية في الدنيا. وهذا من ماذا؟ هذا من بركة التوبة إلى الله عز وجل،
من بركة التوبة والإكثار منها والاستغفار. كاين بعض الناس يتوب مرة في العام، كاين يتوب مرة في 10 سنين. الله غني عنك وعني، وغني عن توبتك وعن توبتي أيها المسلم، أيها العبد. الله غني على العبادة ديالك، غني على العبادة ديالنا جميعا، غني تبارك وتعالى عن التوبة ديالك وعن الاستغفار ديالك. هذا ينفعك الله به أنت، وما تقدم من خير تجدوه عند الله، هذه الخيرات تجدها عند الله، هذه التوبة والاستغفار تجدها عند الله تبارك وتعالى. فكم نقول من أشياء في النهار ديالنا نقول حوايج اللي هما مخالفين للشارعة، كلام يعني كلام لا يليق بالمسلم يقوله، وكم يرى المسلم في أمور محرمة، وكم يقول بهذا اللسان أشياء محرمة، وكم يسمع لأشياء محرمة، وكم وكم وكم. فأين التوبة إلى الله عز وجل؟ هذا الشيء اللي كنديروا في النهار كامل المخالفات، شحال كنتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى في اليوم من مرة؟ لعل الواحد منا لا يتوب ربما حتى مرة، سأل الله العافية. لماذا؟ لأنه في غفلة من أمره. إلى متى هذه الغفلة أيها المسلم؟ الغفلة إلى متى؟ إلى أن كما قال تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إلى متى؟ حتى نهار موتوا عاد نفقوا. ما تغترش بالشباب ديالك أيها الشاب، أيها الشابة، لا تغتراني بشبابكما، بشبابكما ما تغترش بالشباب ديالك، لأن الشباب يذهب ويفنى. وقد المسلم الإنسان لربما قد لا يزيد على 20 سنة ويموت ويأتيه أجله، فمن الضامن؟ لا يضمنك أحد. فلهذا أكثر من الاستغفار وتوبوا إلى الله عز وجل. يتوب المسلم وخاصة في هذا الشهر المبارك، شهر التوبة والمغفرة، شهر العودة إلى ما عاد المسلم في هذا الشهر وتاب وتغير في هذا الشهر، فمتى يتغير ومتى يتوب؟ وهذه فرصة، لأن الله عز وجل صفد الشياطين وسلسل الشياطين حتى لا يؤذوا المؤمنين، فهذه هي الفرصة في هذا الشهر المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا، إنه سميع مجيب الدعوات. والتوبة كذلك من بركتها أنها سبب لكل خير، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن تبتم فهو خير لكم. التوبة سبب لكل خير، كل خير يحصل لك أيها المسلم فالتوبة سبب في ذلك، إذا تاب العبد وأناب إلى ربه تبارك وتعالى. والتوبة كذلك سبب في دعاء الملائكة للمؤمن، يعني التائب إلى الله سبحانه وتعالى العائد إلى ربه تدعو له الملائكة، ودعاء الملائكة مستجاب، كما أخبر رب العزة تبارك وتعالى في قوله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. التوبة أمرها عظيم أيها المسلم، لا تفرط فيها ولا تسوف في التوبة، تسوفش تقول سوف نتوب غنتوب غنتوب غنتوب، ما يدريك أنك تموت قبل أن تتوب. لا تسوف، توب من كل شيء، ولو كنت تقوم الليل وتصلي وتعبد الله وتفعل من الطاعات وتدير المجهود ديالك، دائما توب إلى الله واستغفر ربك تبارك وتعالى. وقدوتك
النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. قدوتك نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا هو الهدي ديال الأنبياء، استغفارهم وتوبتهم لربهم تبارك وتعالى في كل حين، هذا في اليوم، يعني في اليوم كان يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وسلم في اليوم. احنا كم رانا نستغفر ونتوب الله عز وجل في اليوم، ومع أن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ولا شك أن التائب إذا تاب إلى الله عز وجل غفر الله له، وكما جاء في الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ما تخافش غير توب. لكن بعض الناس الخوف اللي عندهم من التوبة، كاين بعض الناس يخافوا من التوبة حقيقة. نعم، اش كيقول؟ وحنا هذا الشيء سمعناه من ناس ومن شباب وغير ذلك، لكن هذا من وساويس الشيطان وتسلطه على عباد الله، على هؤلاء. يقول: أنا ما نتوبش دابا لأن مازال كندير حوايج خايبين، مازال باقي كندير حوايج ماشي مزيانين. والواحد إلا غيتوب يتوب نهائيا، يتوب بصفة بصفة كاملة، فلهذا يترك التوبة وما يتوبش. يقول لك: راني باقي كندير حوايج ماشي مزيانين. كما كيقول لك، يقول لك: ما نافقش، ما نافقش، هكا كيقولوا، يقول لك: ما نافقش سيدي، انا نتوب ومن بعد ندير شي حاجه خايبه، ما نافقش. نقول له: ايها المسلم، هذا ماشي من النفاق، هذا ماشي من النفاق. توب الى الله وكن صادق في التوبه ديالك، واخلص الى الله عز وجل، وندم على اللي درت، ندم على الحوايج الخايبين اللي درت، ندم عليهم، واستعد باش ما تعاودش تطيح في المعاصي، وما تعاودش تروح للمعاصي اللي كنت كدير. وهذا ما تيعنيش انك ما غاديش توقع في المعاصي، انت عزم وتوكل على الله انك ما توقعش في المعصيه، واذا وقعت فيها استغفر الله عز وجل وتوب الى الله عز وجل من جديد، يتوب الله تبارك وتعالى عليك. وهذا من فضل الله عز وجل. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه، حديث قدسي، فيما يحكيه عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا، عبد وقع في معصية، ارتكب مخالفة ودار ذنب، أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، عاود دار الذنب، فقال: أي ربي، كيدعو الله، يقول: أي ربي، عاود وقع في المعصية، يقول: أي ربي أذنبته، أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب. شوف حاله، وقع في الذنب، استغفر الله وطلب من الله المغفرة، قال: يا ربي اغفر لي، والله فرح بالتوبة دياله، قال: هذا العبد ديالي عارف أن له ربا، توجه للرب دياله تبارك وتعالى، عارف أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يغفر الذنب ويمسح الذنب على العبد ويمحو الذنب على العبد، ثم عاود وقع في الذنب، عاود قال نفس الكلام، قال: ربي أذنبت فاغفر لي، قال الله عز وجل نفس الكلام، قال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، عاود وقع في الذنب مرة ثالثة، عاود استغفر الله، قال: اللهم اغفر لي، وقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فقال الله عز وجل: اعمل ما شئت، في الثالثة قال: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. ما دام أنك راك توب إلى الله
وتستغفر الله عز وجل وتندم على اللي درت وتعزم باش ما تديرش داك الشيء ولكن وقعت فيه. مادام أنك عازم ومستغفر الله ونادم عليه وخا وقعت فيه توب إلى الله تبارك وتعالى واستغفر الله عز وجل يغفر الله تبارك وتعالى لك. فهذه نصيحة لمن يقول لا أنا بقي من توبش مازال كندير شي حوايج ماشي مزيانين إلى غير ذلك. توب يا أخي الكريم لعلك لا تستمر في هذه الحياة، لعلك تخرج من بيتك ولا تعود أبدا. وما يدريك، ما يدريك أنك ستعود إلى بيتك. فلهذا المسلم عليه أن يتوب إلى الله وأن لا يفرط في التوبة وأن يحذر من وساوس الشيطان وما يلقيه الشيطان في روعه، يعني في القلب دياله وما يلقيه في نفس الإنسان حتى يبعده عن الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يبسط الله عز وجل يده بالليل ليتوب مسيء النهار، لكان يدير الحوايج خايبين في النهار، لكان يرتكب المعاصي في النهار، الله عز وجل يبسط يده بالليل ويدعوه الله عز وجل كما جاء في الحديث من يستغفرني فأغفر له، من يتوب إلي فأتوب عليه، وهكذا. المسلم ينبغي أن يستجيب إلى ربه تبارك وتعالى. إلي كان يدير حوايج مشي مزيانين في الليل، الله عز وجل جعل له النهار باش يتوب ويستغفر. ولي كان يدير حوايج مشي مزيانين في النهار ولو وقع في شي حاجة لا قدر الله مشي هي هذيك، جعل لك الله تبارك وتعالى الليل باش تستغفر فيه وتتوب إلى الله عز وجل وترجع إلى ربك تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا حديث عظيم في أن التوبة من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب قربك إلى ربك تبارك وتعالى، وأن العبد لا ينبغي له أن يشرك بالله تبارك وتعالى. فما دام أن المسلم لا يشرك بالله عز وجل شيئا فإذا وقع في الذنب فاستغفر الله غفر الله تعالى له. حتى الذي وقع في الشرك ثم تاب إلى الله واستغفر الله عز وجل يغفر الله تبارك وتعالى له. فالعبد المسلم ينبغي عليه أن لا يفرط في هذه التوبة وأن تكون التوبة نصب عينيه دائما يتوب إلى الله عز وجل. والتوبة كما ذكر العلماء أن لها شروط، منها أن يكون العبد مخلصا لله عز وجل في توبته، لا يتوب أمام الناس فقط، فلنبغي أن تكون توبته لله، استغفاره لله عز وجل، أن يكون مخلصا لله عز وجل. لأن بعض الناس قد تظهر عليه المظاهر ديال التوبة ويظهر باللي راه أرجع مزيان إلى غير ذلك، لكنه هو لمصلحة من المصالح. واحد السيدة سيدي بغى يتزوج، فقالوا له هذا الأب الوالد ديال هذه البنت ما يعطي لكش البنت إلا إذا كنت إنسان مستقيم على دين الله، لأن الرجل والدها إنسان محافظ
والعائلة ديالهم من المحافظين. فماذا يفعل هذا الإنسان؟ دار دوك المظاهر ديال 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 الاستقامة، دار اللحية ودار القميص ودار كذا، هو فقط قصده المرأة. قصده ماذا؟ قصده المرأة، وليس قصده أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها، إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. أن تكون التوبة فيها إخلاص لله. ولا إنسان قالوا له هذا الرجل عنده شركة ويحتاج شغل خدمة، قالوا له هذا الرجل عنده شركة لكن لا يقبل إلا المصلين، فقال حتى أنا نبدأ نصلي باش ندخل نخدم، إلا سووني نقول حتى أنا نصلي، لكن هو يصلي معهم لكن رياء، صلى الله العافية. إذن يصلي لا ليس لله، فقط باش يخدم. فلا يجوز للمسلم أن يكون على هذه الصفة، لأن الله عز وجل مطلع على قلبك تبارك وتعالى. فإن كنت تظن أنك ستخدع أهل الإيمان وتخدع الناس فلن تستطيع أن تخدع ربك تبارك وتعالى. فلهذا المسلم ينبغي أن يخلص لله ثم أن يندم على ما فعل، يندم الندم الحقيقي ويتألم على ذلك الشيء اللي دار ويندم عليه، ثم يقلع على المعصية، يبعد على ذلك المعصية اللي كان كيدير، يحيد على المعصية التي وقع فيها، ثم يعزم ألا يعود، يعني يعزم في القلب دياله أنه ما يعودش يرجع لذلك الذنب اللي كان كيدير وذلك المعاصي التي كان يرتكبها. ثم كذلك أن تكون التوبة هذه في وقت التوبة، التوبة لابد تكون في الوقت ديالها، إذا ما كانت في الوقت ديالها خلاص غير مقبولة ولا تصح التوبة. فمثلا إذا طلعت الشمس من مغربها، لأن سوف يأتي زمان في آخر الزمان ومن علامات الساعة الكبرى، الشمس كتطلع من المشرق لا غادي تجي صفة مغايرة، ومن جهة أخرى تجي من المغرب من جهة ديال الغرب، فإنها إذا طلعت من مغربها فلا تقبل التوبة. الناس كيشوفوا ذاك المنظر يقولوا ها تبنا إلى الله، آمنا بالله، لأن شافوا كيفاش الشمس تجي من هذه الجهة، ما يمكنش، الشمس دائما تجي من الجهة ديال الشرق تشرق من مشرقها وتغرب من مغربها، الآن جت من مغربها، عند ذلك لا تقبل التوبة. أو عند الغرغرة، عند الغرغرة عندما تأتي أو ينزل ملك الموت بصاحبه أي بهذا العبد، فلا بد أن تكون التوبة في وقتها. وهكذا المسلم ما دام نراه في سعة، في سعة من أمره وراه عنده الوقت الحمد لله وراه حي وراه بعقله إلى غير ذلك، فعليه أن يبادر إلى التوبة، يبادر إلى التوبة والاستغفار وينزع عن المعاصي، ويعلم أن هذه الدنيا أمرها قصير. الدنيا سميت الدنيا من قيل من دناءتها وقيل من دنوها ومن قيل من قرب فنائها، أنها قريبة من الفناء كهاتين، ودار هكذا بعثت أنا والساعة كهاتين، واجمع بين السبابة والوسطى، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتبعت كالساعة، اتبعت يعني الساعة كما قال بعثت أنا والساعة كهاتين، هكذا واحد والثاني مراه، يعني هذا ثم يأتي بعده هذا، يعني هذا دليل على أن الدنيا قريبة جدا، قريبة الفناء، قريب تسالي. أما أنت غادي تعيش 40 سنة ولا 50 ولا 60 ولا 30 ولا الله أعلم، فلماذا تغتر بهذه السنوات اللي هي قليلة أصلا وليست بشيء؟ الأمس القريب كنت تشوف ربما نفسك أنك كنت صغير عندك 10 سنوات، الآن عندك 40 سنة، بسرعة مرت هذه الأيام. والله لا ينجينا من كربات الدنيا والآخرة إلا الرجوع إلى الله، إلا التوبة إلى الله تبارك وتعالى، هذا الذي ينجينا الله عز وجل به، وهذا الذي يكون سببا لنا في فلاحنا ونجاحنا وفوزنا في الدارين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بالهداية وأن يصلحنا ويصلح أولادنا
ويصلح أولاد المسلمين، إنه سميع مجيب الدعوات، كما نسأله تبارك أن يتوب علينا وعلى أبنائنا وعلى المسلمين جميعا، إنه سميع مجيب الدعوات. وهذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.